صحة. السلام عليكم. ابو عبد الرحمن هذا اول جركل صبيت اشوف الملوحه طالعه. شوف هذا اول جركل. طبعا الملوحه توني صبيت الجركل قبل شوي وخليت قبلها الملوحه 9650. الحين قاعدين نكتمه يا ابو عبد الرحمن. نكتم البير ان شاء الله مره واحده. ندفنه وابد ونسكر عليه ونخليه لبكره ان شاء الله. بكره الساعه 7:30 انشقله باذن الواحد احد. السلام عليكم. شوف ابو عبد الرحمن احنا في الجركل التاسع. ان شاء الله بعدين نسكره باذن الواحد. نظيف ماي هذا نظيف خلاص ما في وسط هذا نظيف كله. الخامس يا ابو عبد الرحمن طبعا احنا مزارع العبد نظيف يعني. سويا سويا يجي معي أبيض كل وسخ يجي واجد وسخ. السلام عليكم. كيف الحال يا ابو عبد الرحمن؟ شلونك؟ طيب مساك بخير. معك ابو محمد من الكويت طالع عبرك. انا خذيت منك الماكسد قبل يمكن 2 سنين تقريبا سنه ونص حلوتها يعني. والله اني ناسي. واول شيء مبروك عليك الشهر، عساكم الصيام وقيامه يا رب العالمين. ثاني شيء محفوظ السلامة، أنا حطيت الماكسد من زمان وسبحان الله بين فترات أقيس الملوحة من 7000 إلا، والحين أوريك النتيجة النهائية يا أبو يوسف يا أبو عبد الرحمن. أوريك النتيجة النهائية اللي آخر قياسي قبل شوي، هذا آخر قياس لي. الله ملك. طبعا انا شغال البير باستمرار ترى من الساعة يعني تقريبا من 5 الفجر الى 7 المغرب تقريبا 6 المغرب يومي انا شغال.